ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا ماكرون يتعرض لموقف محرج في ماتش. تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج بعدما قام اللاعب الدولي السابق الحاج ديوف بتمرير الكرة بين قدمي الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي لم يتقبله ماكرون وقام بالتدخل بقوة في حق ديوف. هذا وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مباراة كرة قدم خيرية تقام تحت تنظيم نادي فاغيتي كلوب للفعالية الاجتماعية والمشاريع الخيرية، وظهر ماكرون بصحبة ديدي ديشون المدرب الفني لفريق فرنسا الأول لكرة القدم، كما شارك العديد من نجوم كرة القدم العالمية السابقين مثل البلجيكي إيدن هازارد والإيفواري ديدي دروغبا والفرنسي أرسين فينغر والكاميروني سامويل إيتو.